بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا العرض التقديمي للفصل السابع بعنوان فن الإتيكيت. في هذا الفصل سنتناول موضوع مهم جدا يتعلق بالسلوك الإنساني، يتعلق بالالتزام بالقواعد والمبادئ والإجراءات التي تنظم هذا السلوك. فن الاتيكيت، بدنا نعرف شو يعني الاتيكيت وشو يعني البروتوكول، وهناك فرق ما بين الاتيكيت والبروتوكول. الاتيكيت هو فن الخصال الحميدة أو السلوك بالغ التهذيب. الاتيكيت يعني سلوكك مع الآخرين، سلوكك مع الناس، سلوكك مع أصدقائك، سلوكك مع بعض الشخصيات في اجتماعات رسمية، في العمل، في 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 رحلة، في مائدة. أما البروتوكول هو عبارة عن قواعد وإجراءات متعلقة بالعلاقات الرسمية والدبلوماسية بين الدول. هناك بروتوكولات خاصة تنظم العلاقة الرسمية بين الدول. إذن إتيكيت يتعلق بالسلوك، قواعده وإجراءاته في المعاملات الإنسانية بين الأفراد، بين الأشخاص، بين الكيانات، في سواء في المواقف الرسمية أو غير الرسمية. بينما البروتوكول يتعلق ب الإجراءات والقواعد المتفق عليها في الدبلوماسية بين الدول. بالتأكيد إحنا لما بنطبق الإتيكيت والبروتوكول هذا له علاقة باحترام النفس البشرية، لأنه الله سبحانه وتعالى كرم هذه النفس البشرية وكرم هذا الإنسان، والله سبحانه وتعالى جعل هذه النفس البشرية في منزلة عظيمة، وبالتالي نحن من خلال هذه القواعد وهذه الإجراءات نسمو إلى هذه الدرجة من احترام هذه النفس البشرية وإعطائها حق، خصوصا أن الإنسان هو بطبعه كائن اجتماعي. طالما هو كائن اجتماعي، إذن حركة العلاقات لا تتوقف، محاولة التعرف، محاولة نسج العلاقات لا تتوقف. أيضا يجب في المواقف الرسمية أن يكون هناك سلوك ناظم لهذا الإنسان في علاقاته مع الآخر. إذن لما حكينا عن تعريف الإتيكيت، نؤكد ونقول بأنه السلوك بالغ التهذيب، سلوك بالغ التهذيب. إذن هو بيتعلق بأداب السلوك والأخلاق والصفات الحسنة. بالنسبة للإتيكيت أيضا، هناك أصبح هناك علم خاص بهذا الموضوع، وبالتالي أصبح هذه القواعد قواعد كمان مكتوبة وتدرس وتعطى دورات كيف أنت بدك تدير علاقاتك الرسمية أثناء المقابلات الرسمية، أثناء الاجتماعات، كيف بده يكون الملابس، كيف بده تكون المصافحة، كيف بده تكون إدارة الحفلات والولائم، إتيكيت الحفلات والولائم، كيف بدك تكون في الاجتماعات. كل هذه الأمور أصبحت مكتوبة ويتم تدريس. طيب، منذ متى عرف هذا الأمر اللي هو الإتيكيت والبروتوكول؟ هل هذا الأمر حديث؟ هذا الأمر قديم جدا، هذا الأمر قديم جدا. حتى أنه عندما نقرأ سير الأنبياء وعندما نقرأ الرسالات التي نزلت على الأنبياء، عندما نقرأ قصص تعاملاتهم مع قومهم، نجد أن هناك التزام بالإتيكيت، ونجد أن هناك قواعد دبلوماسية كانت تنظم العلاقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث الرسل إلى يعني الملوك والأباطرة، كان يلتزم بهذه القواعد، قواعد الدبلوماسية التي كانت سائدة في ذاك الوقت. إذن الأمر قديم جدا،
حتى أن الحضارات القديمة، الحضارات الفرعونية والحضارات الرومانية والحضارات السابقة، كانوا يلتزموا بهذه القواعد، وكانت لديهم بعض الإجراءات التي يعني يلتزموا بها. القرآن الكريم، لو بدنا نقرأ القرآن الكريم سنجد أن هناك آيات واضحة تدل على هذا الموضوع، وتؤكد أن الإتيكيت وأن البروتوكولات هي من صميم الفهم الإسلامي أو من صميم الثقافة الإسلامية. ولنا أن نأخذ مثلا مثال، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى إيه؟ قال حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. هذا نوع من الإتيكيت، كيف إحنا نستأذن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه الأشياء تفصيلا، حتى أنه حينما نطرق الباب أين تقف؟ تقف في منطقة معينة عكس فتحة الباب، وتطرق الباب، وإذا قيل لكم ارجعوا، حتى القرآن يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم. إذن هذه الأمور واردة في القرآن الكريم. القرآن الكريم مليء بالشواهد التي تنظم العلاقات، حتى أنه الآيات التي تحدثت عن تنظيم علاقتنا مع الوالدين وكيف نتصرف مع الوالدين، هذا صميم يعني صميم فن الإتيكيت. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآن يتحدث عن علاقة سلوك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال وقل لهما قولا كريما. إيش كمان؟ قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل هذه الجمل تتحدث عن إتيكيت في العلاقة مع الوالدين. إذن كثير من الآيات لا داعي لأن يعني نذكر المزيد، لكن يجب أن نعرف أن القرآن الكريم مليء بالشواهد ومليء بالآداب التي تنظم هذا السلوك. سنتناول في هذا الفصل أو في هذه الوحدة سنتناول موضوعات هامة في فن الإتيكيت، اللي هو حنتناول إتيكيت التعامل الرسمي والاجتماعي، إتيكيت الحديث، إتيكيت الملابس، إتيكيت الولائم والحفلات، إتيكيت الاجتماع والمقابلات. هذا هو الجزء الذي سنتحدث عنه في هذه الوحدة. أما الجزء الآخر وهو فن المراسم والبروتوكول يعني لن نتحدث عنه بتفصيل، ولكن يكفي أن نعرف أن هناك بروتوكولات أثناء الزيارات الرسمية بين الدول، بين البعثات الدبلوماسية، بين السفراء، بين الوزراء، بين الرؤساء، في الحفلات والولائم الرسمية في هناك بروتوكولات معمول فيها، في مراسم رفع الأعلام، في مراسم المؤتمرات والاجتماعات الدولية. نبدأ في الحديث عن فن الإتيكيت، ونأخذ الموضوع الأول وهو إتيكيت التعامل الرسمي والاجتماعي. إتيكيت التعامل الرسمي والاجتماعي. طبعاً إحنا من خلال تعاملاتنا الاجتماعية هذا يعطينا قيمة. يعني أنت حينما تتعامل مع الآخرين سواء أثناء المقابلات الرسمية أو أثناء المناسبات الرسمية أو تتعامل معهم في المناسبات الاجتماعية، هذا يعطيك قيمة، هذا يعطي الآخرين نظرة عنك. يعني إحنا كثير بتلاقينا بنحكي عندما نذكر اسم فلان نقول والله فلان زوج في التعامل. زوج في التعامل إيش يعني؟ هو فنان في الإتيكيت، يعني هو يمتلك المهارة
التي تؤهله للقيام بسلوك مهذب، وبالتالي قلنا انه هذا انسان عنده زهد. فيما اخر احنا نتحدث عنه بشكل سلبي، نقول والله هذا ما عنده زهد، ما عنده زهد لان ما عندوش زهد لانه فشل في هذا الموضوع اللي هو موضوع إدارة علاقاته مع الآخرين. الخبراء بيجمعوا إنه في 10 أعمال صعبة على الإنسان. إيش هو؟ إيش العشر نقاط أو العشر أعمال؟ أن يقلع عن عادة راسخة، يكون متعود على عادة معينة إنه يسيبها، هذا أمر صعب عليه. أن يحب عدوه، بكره واحد إنه يحبه هذا صعب، خاصة طبعا احنا في المجتمع العربي صراحة حينما يكون هناك عداوة بين شخص وشخص، احنا في اخوة بتلاقي واحد بيصير بينه وبين اخوه عداوة، بيصير فظ في التعامل مع اخوه، بيصير صعب انه يعني يتقبله، فما بالك لما يكون معادي شخص اخر او معادي انسان اخر في المجتمع، كيف بكون يعني مستوى العداوة ولا يتقبل أن يرجع يحبه. أن يفكر بطريقة منطقية، يعني هذه في ناس كتير بصعب عليها أنه تستخدم العقل والمنطق في التفكير، لأنه في كتير أمور عندهم بروح المنطق وبروح العقل، خاصة عند الغضب وخاصة عند المصالح الشخصية. أن يعترف بجهله، يعني كثير من الناس نقابلهم في حياتنا بعمل حاله أبو العريف ومش فهم ولا حاجة، وهذا الكلام يعني صعب على بعض الناس إنه يجي تبقى تحكي في موضوع يقول لك والله أنا ما عنديش علم في هذا الموضوع، لا بتلاقيه بيفتي في كل حاجة، احكي في موضوع معين بيكونش عارف إيش في الموضوع، بيصير يألف ويخترع بس بده يبين إنه هو يعرف. أن يتريث في إصدار أحكامه، طبعا إحنا في عنا سرعة للأسف في إصدار الأحكام من المرة الأولى في التعامل، هذا الإشي يعني بيكون خطأ صراحة. ليش؟ لأنه أحيانا أنت بتتعامل مع شخص للمرة الأولى، ممكن هذا الشخص يكون في عنده ظرف معين خلاه يتصرف بهذه الطريقة، عشان هيك إحنا بدنا حاجة هذه بنسميها في حاجة اسمها الإدراك الاجتماعي. الإدراك الاجتماعي يعني فهم وتفسير سلوك الآخرين. طبعا أنا كتبت في يعني رسالة صراحة كتبت في بحث كامل اللي هو الإدراك الاجتماعي اللي هو فن وتفسير سلوك الآخرين، اللي هو فهم وتفسير سلوك الآخرين. نحن أحيانا نخطئ في تفسير سلوك الآخرين لجهلنا بالأسباب التي جعلتهم يتصرفون بهذه الطريقة. على سبيل المثال ممكن أنا أكون مدير، واحد بيظل يتأخر عن عمله، أنا لسه مدير جديد وعندي موظف اسمه فتحي مثلا بيظل يتأخر عن عمله، فأنا بأخذ عنه فكرة مباشرة دون أن يعني أخوض في الأسباب، بأخذ فكرة عنه أنه هذا إنسان كسول، هذا إنسان غير مبالي، هذا إنسان غير ملتزم. طيب ممكن أنا لو بحثت في الأسباب وشفت ليش هو متأخر بيجي متأخر، ممكن هو يكون في عنده زوجة معاقة مثلا وهو يخدمها وبيعمل معها شغلة معينة قبل ما يأتي إلى العمل، ممكن الراجل معهوش ثمن المواصلات بيجي مشي، وبالتالي هذا الأمر بخليه يعني يتأخر. ممكن إذن لا تتسرع في إصدار الأحكام، لكن إحنا صراحة متسرعون في إصدار أحكامنا على الآخرين، وهذا خطأ جدا. أن ينتظر دون أن ينفذ صبره، طبعا لو رجعنا للنقطة السابقة كمان، مش إنه هو بتريث في إصدار الأحكام، يعني هو يتسرع ليس فقط في إصدار الأحكام ولكن في نقل هذه الأحكام، يعني هو مش إنه بس بياخذ فكرة عن الشخص، لا بروح بحدد فيها الناس التانيين وممكن يسمع خبر عن فلان يحدد في واحد تاني بسرعة وهو لسه ما تعمق في معرفة هذا الموضوع. وهذا القرآن حذر منه، الله سبحانه وتعالى قال
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الله سبحانه وتعالى تحدث أن هذا الأمر أمر عظيم، اللي هو التسرع في نقل الكلام، التسرع في إصدار الأحكام، كل هذه من الأمور المحظورة أو المحظورة في الإسلام. أن ينتظر دون أن ينفذ صبره، يعني إنه الإنسان يعني الصبر هذا أمر عظيم جدا. عشان هيك الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات تحدث فيها عن الصبر، إن الله يحب الصابرين واصبروا، والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات تحدث عن الصبر. وإحنا طبعا ما شاء الله إحنا كمجتمع يعني عربي سريعو الغضب، مع إنه مفترض إنه يكون حسب توجيهات إسلامنا وحسب توجيهات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مفترض إن نكون إيه يعني يعني بالنا طويل، يكون صدرنا رحب، نمتلك صفة الصبر. والصبر عكسه، يعني تقريبا بيجي الغضب، إنسان تلاقي سريع الغضب فش عنده صبر، صبرش. عشان هيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل قال أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب. إيه؟ قال لا تغضب. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متكئا فقال ما تعدون السرعة فيكم. بقول للصحابة مين بتفكروا أنتو يعني السرعة يعني الذي يستطيع أن يغلب الرجال. إحنا بنسمي مصارعة، يعني واحد المصارعة لعبة المصارعة، واحد يعني بيبطح الثاني أو بيقدر للثاني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم ما تعدون السرعة فيكم، يعني مين القوي فيكم؟ قالوا الذي لا تصرعه الرجال. عطول جواب، قالوا الذي لا تصرعه الرجال، اللي بيقدروش عليه الرجال. فعدل نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كان متكئا وقال ليس ذلك. طب ها شو مين هو يا رسول الله؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. اللي بيملك نفسه، الإنسان اللي عنده صبر، الإنسان اللي عنده قدرة على ضبط أعصابه، الإنسان اللي عنده قدرة على تقييم الحدث ومن ثم إعطاء الأحكام، هذا هو الإنسان القوي. إحنا للأسف هذه الصفة يعني قليل نجدها. أن يعاني دون شكوى، دائما هذه الصفة صعبة صراحة، إنه الإنسان يكون بيعاني، سواء بيعاني من مرض أو بيعاني من فقر أو بيعاني من يعني من أمر معين دون أن يشكو أو يتحدث بهذا الأمر. أن يصمت في الوقت المناسب، يعني في لحظات بدها صمت، في شغلات بدها إنه يستمع، بطل يحكي. هذا أمر طبعا يعني من الأعمال الصعبة على الإنسان إنه يصمت، لأنه في ناس هي بتفكر إنه كثير الكلام هو أكثر الناس حضورا وأكثر الناس يعني مفترض إنه يبين حاله ومفترض إنه يكون ومفترض إنه يحكي. لا، الصمت، الإمام علي عليه السلام ماذا يقول؟ قال الصمت نصف البلاغة. الصمت نصف البلاغة، يعني الصمت أحيانا أنت لما تجلس في مجلس وتكون صامت، خاصة اللي حواليك بيعرفوكاش لسه، فتثير يعني تثير فضول الآخرين إنهم يتعرفوا على شخصيتك، بدهم بعسوك تقيل، بقول والله هذا إنسان رزين، يعني تقيل صامت بسمع بعقله، مبين انه واعي فهمان. اما الانسان اللي ايه بضل لك 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 كل شوي بيحكي وزاد زنبرك بفط من هان، بيحكي من هان، بكل موضوع بده حتى بقاطع الاخرين، هذا انسان طبعا من الصعب انك تضبطه، لكن عليه ان يتعود، لان هذه من الصفات السيئة، عليه ان يتعود ان يصمت في الوقت المناسب. أن يركز في ذروة المعمعة. ذروة المعمعة إنه لما يكون دوشي، يكون مثلا حدث معين، ناس تتقاتل، دوشي، إزعاج، مشكلة، إنه واحد يركز صعب يعني.
أن يخدم دون أن ينتظر مقابلا أو مديحا أو اعترافا بالجميل. وهذا طبعا إنه نلاقي حدا بيخدم الآخرين بدون ما يرشوا عليه فلوس، أو بدون ما يقولوا له بارك الله فيك وانت والله انقذتنا وانت اللي عملت لنا ولولاك وكذا وكذا. قليل ما تلاقي ناس بتخدم لله وما لا نريد منكم ايه آه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قليل نجد ذلك. طيب نكمل. ولا شك ان النجاح لا يتعلق بسوء الحظ او اتجاهات الريح في حياتنا أو الظروف التي نحياها، بل يتعلق بشكل أساسي بنظرتنا للحياة والناس وكيف نتصرف. بمعنى أنه بقول لك أنه النجاح يعني كيف تتصرف، كيف تتعامل مع هذه الحياة، كيف بتدير مواقفك، كيف أسلوبك في التعامل مع الناس، هذا هو اللي بيخليك إيه؟ هذا هو اللي بيخليك تنجح. عشان هيك أنت يجب أن تكون لديك القدرة على إدارة المواقف، يجب أن تكون لديك القدرة على إدارة ذاتك، يجب أن تكون لديك القدرة على التحلي بصفات مهمة جدا مثل الصبر ومثل الصمت عند الحاجة ومثل اللباقة في الحديث إلى آخره. شوف بعض القواعد اللي ممكن إحنا تساعدنا حتى نتغلب على هذه الأشياء الصعبة. احنا تحدثنا عن اشياء صعبة، نشوف اشياء ممكن تساعد. عليك ان تتقبل نفسك كما انت. في ناس يعني مش متقبلين نفسهم، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الانسان، خلق الناس مختلفين في قدراتهم، في عقلهم، في اسلوبهم. انت بالنسبة لك بدك تتقبل نفسك بالطريقة التي جبلت عليها، بطريق بخلقتك، بأسلوبك، بمؤهلاتك، بقدراتك. ولكن ليس معنى القبول أن تستسلم لهذا الواقع اللي هو واقع نفسك، وإنما عليك أن تطور من نفسك. وأنا بالنسبة للتطوير أشجع بالدرجة الأولى على القراءة، القراءة ثم القراءة ثم القراءة. القراءة هي أكثر الأبواب التي تطور الذات، تفجر عندك معارف جديدة وتفتح عندك آفاق، تطلع على تجارب، تطلع على أفكار، وبتتعلم كثير شغلات من القراءة. الأشياء اللي من خلالها ممكن تطور نفسك القراءة، وهذا ذاتي. الدورات، إنه تشارك في دورات، تخضع لدورات، وهذا مهم جدا. مصاحبة أو يعني تعمل صداقات وعلاقات مع أناس لديهم خبرات وقدرات متقدمة في الحياة. إحنا في كتير ناس بتلاقي لما بشوف واحد مستوى عالي بتلاقيه واحد متقدم عنه، بتلاقيه واحد عقليته ناضجة واعية، برضاش يصاحبه. ليش؟ قال أنا بدي أروح أصاحب الناس اللي قد حالي، اللي عقد حالي. إيش بدي أروح على واحد بفهم أكثر منه وعنده تجارب وعنده؟ لا، هذا اللي عنده معارف أكثر وعنده تجارب، هذا هو اللي أنت بتستفيد منه، بتتعلم منه. عليك أن تقبل دروس الحياة. إحنا زي ما بنقول الحياة مدرسة، الحياة مدرسة، بدك تتعلم من هذه الحياة. احنا كثير ناس بتلاقي بقول لك والله انا بعد تجربتي مع صداقة فلانة، او يعني فلانة بتلاقيها صاحبة فلانة، بتلاقي بعد 4 سنين بيقول لك انا سبتها. طب ليش سبتها؟ والله طلعت كذا وكذا وكذا. بعد هيك مش بقول لك والله الحياة بتعلم، انا تعلمت، انا تسرعت اني صاحبتها، ما كنتش بعرف انها كذا وكذا. اذا نتعلم كيف يصاحب، أو تعلمت كيف تصاحب الآخرين. طيب، في واحد تاني فتح مشروع، المشروع ما كانش عامل له دراسة، ما كانش عامل له دراسة جدوى، ما كانش سائل ناس أكثر خبرة، ما كانش، ثم فشل المشروع. بعد ما خسر 5000 ولا 6000 ولا 7000 دولار، عرف إنه هو فشل. إذن تعلم من هذا الدرس
أمر مهم جدا في حياته أنه لا يقدم على أي مشروع بدون دراسة كاملة لهذا المشروع. وهكذا بدك تعرف أنه الحياة مدرسة وبدك تتعلم منها. ثلاثة، يرتكب الإنسان في حياته العديد من الأخطاء. كلنا بنخطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. ليس عيبا أن تخطئ، ولكن العيب أن تبقى على خطأك أو تصر على هذا الخطأ. لذلك عليك إنه عليك أن تعالج هذا الخطأ، تصحح هذا الخطأ، وتعرف وين أخطأت فيه ولا تعود إلى هذا الخطأ. خاصة الإنسان لما يخطئ في حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مثلا أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. ممكن إنسان يرتكب منكر، وكل إنسان معرض أنه يخطئ في هذه الجوانب، تلاقي يرتكب منكر، المشكلة أنه يصر على هذا المنكر، هذه مشكلة، ولا يعترف أنه أخطأ. في ناس لا تعترف أنها مخطئة، في ناس تبقى تكرر هذه الأخطاء مرة وثانية وعشرة وألف. لكن هناك فرق بين هذا الصنف وبين صنف آخر يرتكب الخطأ إلا أنه يعود إلى رشده وصوابه ويندم على هذا الخطأ ويفتح صفحة جديدة. هذا الأمر مهم جدا. طبعا نحن نتحدث عن الخطأ في حق الله، الخطأ في حق نفسك، الخطأ في حق الآخرين، الخطأ في حق الجار، في حق كل إنسان معرض أنه يخطئ في سلوك، في زلة معينة، في موقف معين. لكن الفطن من يتعلم من هذا الخطأ. أربعة، دروس الحياة لا تنتهي. كيف يعني دروس الحياة لا تنتهي؟ يعني ما تفكرش حالك يعني وصلت لمبلغ نهاية العلم. من قال علمت فقد جهل. اللي بيقول أنا صرت أبو العريف هذا إنسان لسه مش عارف إنه الحياة مليئة 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 بالدروس والعبر وبالمعارف. إذن يجب أن تبقى في تعلم مستمر من دروس الحياة، وما تفكرش حالك وصلت لمرحلة يعني توب في أي إشي، سواء في علمك في علمك الأكاديمي أو في علمك في الحياة أو في العادات الاجتماعية أو في كل شيء. خمسة، توقف عن النظر لما لا تملك وركز انتباهك على ما تملك. ركز انتباهك على ما تملك وسيبك من الذي لا تملكه. احنا دائما نشجع الانسان الطموح، بنقول له فكر في انك يصير لك مكانة اجتماعية، تصير دكتور، يصير لك بيت، يصير لك عمل، يصير لك. هذا الكلام مشروع لكل إنسان إنه يفكر فيه، حتى إنه ليس عيبا أو ليس خطأ أن ترى إنسان ناجح في وظيفته، في مكانه، في بناء بيته، في سيارته، في كذا، وتقول نفسي أصير زيه، بدي أصير زيه، ليس عيبا. ولكن ما تطلك مركز في هداك الأمر وتسيب الواقع اللي أنت عايش فيه. الواقع اللي أنت عايش فيه إنه أنت لسه مثلا، والله أنا لسه بدرس، والله أنا لسه بكون في نفسي، مادياتي عقدي، وضعي عقدي. ركز في هذا الأمر أكثر ما إنك تضلك تطلع إنه والله كذا وكذا وبدي أعمل كذا وبدي. عشان هيك هذه اسمها القناعة، يعني الدنيا ساعة واجعلها طاعة، النفس طماعة فعودها القناعة. بدك تكون أنت عندك قناعة في اللي أنت بين إيديك، ركز فيه واطمح للأشياء الأعلى، للأشياء الأخرى، ولكن لا تجعل هذا الطموح هو هو شيء متعلق أنت فيه 24 ساعة. معاملة الآخرين لك انعكاس لمعاملتك لهم. كيف بتعامل الناس بعملوك، وكما تدين تدن، أو كما تدين تدن. طيب، تعلم الاعتماد على النفس. بدك تكون صاحب مسؤولية، تحمل المسؤولية، اعتمد على نفسك. مش كل شيء بعرفش، بقدرش، بخلي أخوي يعمل، بخلي أختي تعمل، بخلي أبوي هو أفضل مني، أمي. لا، اعتمد على نفسك.
حاول اخطئ مرة أولى، اخطئ مرة ثانية، في الثالثة تتقن 20%، 50%، 70%، حتى تتعلم. أحسن اختيار الأصدقاء، أحسن اختيار الأصدقاء، هذه مهمة جدا. يجب أن نختار الأصدقاء بعناية، وزي ما بيقول المثل الصاحب ساحب. والله سبحانه وتعالى تحدث عن موضوع الأصدقاء في أكثر إيه، في أكثر من موضع. حتى إنه الناس اللي بتروح على النار، الله سبحانه وتعالى قال عن هذول الناس اللي يذهبوا إلى النار ويذهبوا إلى الجحيم، إيش بيقول الله سبحانه وتعالى عنهم؟ هذول بصيروا يتندموا إنهم اتخذوا فلان صاحب. قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. حتى هذول الناس بصيروا يتندموا إنه يا ريتني ما صاحبت فلان، ليش؟ هذا هو اللي ضلني، هذا اللي كان يطغى يعني يوجهني ان اروح بالاتجاه السيء، وهذا هو اللي كان يوشبني، وهذا هو اللي. حتى الله سبحانه وتعالى يعني تحدث في هذه الآيات حتى يوضح لنا خطورة الصديق السيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول برضو: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله يعني إيه؟ يعني الإنسان زي صاحبه، بصير زي صاحبه، بنعدي من بعض، بصيره زي. وإحنا طبعا وفي مثال بيقول: الطيور على أشكالها تقع. غالبا الأصدقاء اللي قريبين من بعض غالبا بتلاقيهم يعني متقاربين، سواء على مستوى الأخلاق، على مستوى الثقافة، على مستوى كثير من الشغلات تلاقيها مشتركة بينهم، خاصة القراب على بعض كثير كثير، وأصدقاء مع بعض كثير 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 كثير، بتأثروا في بعض. ليش؟ لأنهم بضلهم يعني بتضلها مثلا هذه الصديقة تحكي للثانية: حضرتي كذا، شفتي كذا، ضلها تحكي لها في مواضيع بتأثر عليها. المرة الأولى بتتأثر شوي، بعدها أكثر 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 إلى آخره. عشان هيك إحنا بقول لك، لما عندما لا تعرف شيء عن إنسان، هو بقول لك يعني حتى الناس اللي يعني الخبراء بقول لك: إذا أردت أن تعرف فلان فاسأل عن صديقه. أنت مش عارف تصل لفلان في المعلومات تبعته، يعني أول حاجة إيش بتصير تقول؟ مش عارف أنا هتدور، طب مين أصحابه؟ تقدر تقول لي مين أصحابه؟ بتقول: والله فلان فلان صاحب. آه والله ما دام مصاحب فلان الفلان يبقى وضعه بحزن. أو إذا لقيته صاحب إنسان محترم كويس متدين، بتقول له: والله مبين عليه متدين، ما دام صاحب هيك ناس يبقى هذا انسان متدين. الصاحب ساحب. 9: ان كل ما سبق معروف لديك، لكنه ينسي في غمرة الانشغال، ينسى او ينسى في غمرة الانشغال في متاعب الحياة، فعليك دائما ان تتذكر ذلك وان تستفيد من دروس الحياة التي لا تنتهي. برضو بركز على دروس الحياة. هذا باختصار كل ما أردنا أن نتحدث فيه في هذه المقدمة، لكن إن شاء الله في العرض القادم سنبدأ نتحدث عن الإتيكيت، وسنبدأ في إتيكيت التعامل الرسمي، وبعد ما نخلص إتيكيت التعامل الرسمي هناخد إتيكيت الحديث، بعدين إتيكيت الملابس، بعدين إتيكيت الحفلات والولائم، بعدين إتيكيت الاجتماعات والمقابلات. إلى ذلك الحين لكم مني أجمل تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.